جيتكم اليوم فقرتنا فنوف وفقرتنا عن شنو؟ الأحزمة. اليوم أني محضرت لكم كولكشن أني وسمورة سلة مال أحزمة. طبعاً اللي يعرفني من زمان يعرف إنه أني أعشق الأحزمة، وراح تشوفون أني كل الحلقات معظمها لابس أحزام لأنه هذا السلاح السري مالتي على مود يخسرني وهم يضم البطن يبين ويزوغل. فراح أحكي لكم بأول نوع أحزام يا حبايب اللي هو هذا مثل ما تشوفون لابسته جلد وسادة وينلبس بهالطريقة. اوكي جلد وسادة هذا تتحكمون بيه تتحكمون بيه يزم على الخصرة هواية ويسوي لكم يعني طلة كلش حلوة. شوفوا سأني ملابسه مش قد غيارة بدون الحزام يعني بدون حزام بلا جربي هذا عليه اسود بقى هذا اللي هو يسموه ابو شنو قابتشة ابو القابتشة هذا اللي تكون راسه هيجي تشوفون هذا تحطوه يعني يغير الطلة تماما ويخصر طبعا بقصر غير موديل ضيقوه بعد شوية أكثر على مود يطلعكم مخصرين بس أنا سمار دختنق شكد حلو طلع كلش حلو يعني ما تتخيلون شقد أحب الأحزمة. وبنفس الوقت إذا تحبون جيبوا سايز كبير يعني قياسة كبير هم تصير على قمصان على جيزات كلش على ستار زين خلينا نشوف اللي بيهم نقشات مثلا عندك هنا التايجر هذا عندنا التايجر عندنا جلد الثعبان بس هو مو ثعبان اصلي هذا يا حبايب هذول اثنين نوعين تقدرون تلبسوها على الاشياء الساده يعني مثلا شوفوا سمر هسه يعني هاي القطعه اذا تاخذوها اي شيء بسيط عندكم تلبسوه راح يغيره باعيهم سموره كلش تنطي لك خرافيه يعني او مثلا عندكم تحطون هذا يعني اروح لابس حزامين مثلا ثلاثه اربعه هيك كل يوم يا ابو واحد بس صدقا تنطي روح لللبسه غير يعني اذا كان فستانكم اسود احمر بعد هذا اللي كلش موديلهم هسه اللي يكون بهم طبعات هذا اللي هو بالموده بس انا الصراحه مو كلش مقتنعه به يعني انا ما لبسته لي هسه بس هو كلش دارج بالموده حلو اي فساتين فساتين اشياء أمصان. تكون يعني كاجوال شويه كاجوال اكثر أي. من انه البسه فورمال انا شفت وحده لابسته على كانت قط سوت كلش حلو يطلع انا احب ما مقتنعه به كلش اللي هو هذا خلي اجرب لكم اياه عارف شرح بس لانه الفستان مشجر اكيد يعني ما راح يطلع وياه كلش حلو شلون مأساة مأساة يعني ما اعرف ملايق لي ابدا لا تخيلي هو فستان ساده او قميص ابيض كلش يطلع حلو ممكن اجربه خلينا نشوف اليوم نسوي ستايلينج ويا مدام سمر زين شنو عندنا بعد خلينا ننتقل مثلا للاحزمه اللي يكون بها هيك تصير شيك شويه اللاستيك هذه يا حبايب تشوفون شلون هاي كلش تمط وتقدرون حتى تطلبوها اونلاين يعني اذا تشتروها لانه ما تتقيدون بالسايز مالتها تصير عامه على كل السايز تقعد على كل الاجسام تقعد على كل الاجسام همين بنفس الوقت باعوا ايش قد انيق اي لاف ات كلش حلو باعوا شنو رايكم؟ جنن كلش حلو هذا هذا همين تقدرون تلبسوه على تنانير فساتين اني يعني الاكسسوارات اللي انا احسها صدق مهمه بخزانتي هي الحزامات تغير اللبس اكثر من اوكي هم تراكي احبه اوكي بس احب تغير اللبس كله احسها تقلب كل اللبسه شنو بعد عندنا هذا الموديل الكلاسيك هذا الموديل الكلاسيك هذا يا حبايب الموديل يعني المعتاد عليه اللي تلبسوه ويا الجينز همين انا عاده احب الحزامات ما ابي اخصرها بس تقدرون تلبسوه هنا واريد انطي نصيحه لكل الاجسام هم مثلي مربربين تقدرون دائما انه تجنبوا الحزامات اللي تكون رفيعه يعني انا مثلا اذا لابسه جينز اوكي الكمر ماله عالي اوكي او متوسط ولما تلبسين حزام ضعيف راح يبين الاشياء اللي انت تريدين تضميها مو بس الرفيعه اذا كانت بي مثلا مربع كبير او فتقابتش كبيره هم غلط غلط بس اذا تحطيها على الخصر ممكن شويه تلعب وتصير كاكسسوارات انت حاطتها بجسمك هسه نقدر نقول انه خلصت الفقره مالنا فنوف ان شاء الله يا ربي حبيتوها اكيد حبوها كلش حلوه وسهيله سهيله عاجبني انا اليوم سهله وبسيطه نروح نشوفكم بشنو فقره ثانيه